ولنقاش ملف الفيضانات التي شهدتها أربيل والسليمانية. ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الكاتب الصحفي عبد اللطيف ياسين. أهلا بكم سيدي. حياك الله سيدتي، ولكن عذرا الصوت يعني ضعيف جدا. سنحاول إصلاح ذلك، وأتمنى أن تسمع سؤالي. بعد الفيضانات التي شهدتها أربيل والسليمانية، كيف تبدو الأوضاع الآن في السليمانية؟ عفوا سيدتي، أنا أسكن في مدينة أربيل، نعم، وليس لدي اطلاع الآن على الأوضاع السليمانية، يعني لا أسكن في سليمان وأنا أسكن في أربيل الآن. نعم، هل تطلعنا على الأوضاع في أربيل باعتبار أنه تم إعلان حالة الطوارئ هناك أيضا؟ نعم، يعني يمكن أستطيع أن أقول بعد الساعة 10 صباحا اعتاد الناس على الأوضاع، وعادت الأوضاع نوعا ما شبه طبيعية في مدينة أربيل. نعم، ربما لو نتحدث بتفصيل أكثر عن الأضرار التي لحقت بعد هطول الأمطار الغزيرة على أربيل والسليمانية، وكذلك قطع الطرق، إن كان لديك اطلاع. نعم، يعني في هذا الشهر، يعني في شهر 12 الشهر الأول، تعرض المدينة إلى 3 موجات يعني أمطار في المنطقة، وأدت هذه الأمطار إلى فيضانات كبيرة وأضرار في الأرواح وفي المناطق السكنية، ولكن الحمد لله في هذه المرة الأخيرة لم أسمع يعني إلى وجود ضحايا في الأرواح والحمد لله، ولكننا في المرة الثانية أو المرة الأولى كان هناك ضحايا في الأرواح أكثر من 10 نفر لقوا حتفهم في جراء الفيضانات. ولكن سيدتي، المشكله في الفيضانات في اربيل هي مشكله بنيويه. يعني ظاهره الفيضانات في مدينه اربيل ليست ظاهره جديده يعني مستحدثه. نعم. وانما في سنوات في السبعينات وفي الثمانينات يعني كانت تتعرض مدينه اربيل الى موجات فيضانيه. نعم. ولكن مع ان مدينه اربيل بعيده كل البعد عن الانهار وعن يعني منطقه ما ليس فيها يعني بحر او نهر، ليس فيها اي شيء، ولكن المشكله تكمن في اليه الممرات المائيه. فمثلا مدينه اربيل، لو تنظر الى مدينه اربيل، هي مدينه مستواها متدنيه جدا على في داخل المنطقه سهل او الهضاب المحيطة في مدينة أربيل. نعم. فهذا ما جعل أربيل يعني عرضة لكي أي سيلان مائي. فعندما في مثلا في شمال أربيل هناك جبل صلاح، مدينة صلاح الدين هي يعني جبل فيه إمام، هذه منطقة جبلية، فعندما تنزل من الجبل إلى أربيل هناك منطقة وديان وهضاب، فمن هناك تنزل المياه جراء الأمطار، فتتشكل أحواض كبيرة في المناطق. في هذا السياق سيد عبد اللطيف، في هذا السياق باعتبار أنكم أشرتم إلى الطبيعة الجغرافية لمدينة أربيل، وكذلك كانت هنالك الكثير من التحذيرات من الأرصاد الجوية حول هذه الموجة من المطر، كيف يفسر عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أدنى الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات الممتلكات العامة وكذلك ممتلكات المواطنين؟ سيدتي الفاضلة، أنا أشرت بأن المشكلة في أربيل مشكلة بنيوية، فعندما تنزل هذه تتجمع هذه المياه في المناطق الحدودية المتشعبة على مدينة أربيل تتشكل أحواض كبيرة، فكان هناك ممرات مائية تؤدي إلى أفراد في أربيل، هذا قبل أن يعني تتسع مدينة أربيل بهذا الشكل الكبير. فبعد 2003 بعد النظام العراقي يعني ارتفعت اربيل يعني ارتفاعا كبيرا، فهناك عشرات محل الحي السكني جديده استحدثت في المنطقه. فقبل في الثمانينات كانت هناك حزام كبير حول مدينه اربيل كان تسمى بالحزام الامني، فهذا الحزام كان يعني تحتوي يعني تستوعب جميع تلك السيولات المائيه من جراء هطول الامطار،
فتكدس وتتخزن في تلك الاحوال الكبيره. شكرا جزيلا لك، اشكرك الكاتب الصحفي عبد اللطيف ياسين، حدثتنا عبر الهاتف من اربيل.